الكسوف ورد فيه ما جاء في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، إنما هما آيتان يخوف الله تعالى بهما عباده، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة، فصلوا واذكروا وادعوا وتصدقوا. هذه بروايات في حديث كثيرة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فبعض الناس قالوا إنما كسفت لموت إبراهيم ولد النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم إنه لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياتي، عشان ما الناس يربطوها بأحداث معينة يقول لك يا أخي حصل في اليوم ده كذا وانكسفت الشمس، فإذا هي من الأول يا أخواننا لا ترتبط بموت أحد ولا بحياته ولا بأحداث أرضية، إنما هي ترتبط بالتخويف. وما هي عقوبة؟ كما ذكر العلامة ابن عثيمين رحمه الله، هي ليست عقوبة، إنما هي إنذار بالعقوبة، هي إنذار بالعقوبة، لأن الله يغضب. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يغار أن تزني أمته أو أمته أو أن يزني عبده، فمن غيرة الله سبحانه وتعالى أنه يغار على حرمات عباده. فكسوف الشمس وخسوف القمر دلالة على غضب الله سبحانه وتعالى، وهذا إنذار بالعقوبة. وبالتالي يفزع الناس إلى أمور في وقت الكسوف، منها الصلاة، صلاة الكسوف أو الخسوف، وإن كان يعني في الأصل العبارتين معناهم واحد، الكسوف أو الخسوف، ولكن في الأغلب يستعمل الكسوف للشمس والخسوف للقمر، ولكن كله صحيح. طيب، فمنها الصلاة ومنها الصدقة ومنها الذكر التهليل والتكبير، ومنها يعني الدعاء. وصلاة الكسوف طريقتها إنه الإنسان يكبر فيقرأ الفاتحة ويقرأ سورة طويلة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بقدر سورة البقرة، ثم يركع فيركع طويلا، ثم يرفع من الركوع فيقرأ الفاتحة مرة ثانية، ويقرأ سورة طويلة أقل من الأولى بقدر سورة آل عمران مثلا، ثم يكمل الركعة الأولى. كده بقت عندنا الركعة فيها ركوعين، فاتحة مرتين وسورة مرتين، بعد ذاك يفعل في الركعة الثانية مثل الأولى، دي صلاة الكسوف. ويستحب أن تصلى في المسجد وينادى لها من غير أذان، ينادى لها الصلاة جامعة، ينادى لها الصلاة جامعة، فلكن ما يؤذن لها أذان. فهذا ما يفعل يا إخواننا في وقت الكسوف.